لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فهذه هي الرسالة الخامسة والأخيرة في رسائل المواساة لأهل الفقر والمعاناة، وعنوانها: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. نريد من هذه الرسالة التذكير والمواساة والتصبير لأهل الفقر والمعاناة في عيشهم في هذه الحياة الدنيا وآلامها، بانتظار عيش الآخرة ونعيم الجنة. وقد سبق التنبيه على ذلك في الرسالة الثالثة وهي أو في الرسالة الثانية وهي أدب المسلم الفقير، وهو أنه من أعظم آداب المسلم الفقير أن يتصبر بالجنة، أي أن يستعين على آلامه وفقره بأن يتصبر بانتظار الجنة. وهذا هو محل التفصيل حول هذا الأدب. فالجنة عباد الله هي عيش الآخرة، والدنيا هي عيش الدنيا. فالإنسان في هذه الحياة أو من يوم وجوده يعيش حياتين، أي من يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى يعيش حياتين. الحياة الأولى هي حياة الدنيا، والحياة الثانية هي الحياة الآخرة. والأولى حياة استثنائية، والثانية حياة حقيقية. إن الحياة الأولى وهي حياة الدنيا حياة استثنائية، وأما الحياة الحقيقية فهي حياة الآخرة وعيش الآخرة، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان وعن حاله وحكايته عن نفسه يوم القيامة. فيقول الله تبارك وتعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. والحياة المقصودة هنا في قول الإنسان حياة الآخرة، فهذه هي الحياة الحقيقية. ولذلك عباد الله، فإن كثيرا من الناس لما كانت الحياة الأولى وهي حياة الدنيا أمر محسوس مشهود، وكانت الحياة الآخرة غيب موعود،
ثقل ذلك على كثير من الناس في انتظار الحياة الآخرة الحقيقية، فتعلق كثير من الناس بمتاع الحياة الدنيا، الحياة الأولى، الحياة الاستثنائية. ولذلك قارن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا بين الحياتين، وأطال سبحانه وتعالى في ذم الحياة الأولى ومدح الحياة الثانية. فالحياة الأولى ليست هي العيش الحقيقي، والعيش الحقيقي إنما هو الحياة الثانية. ولذلك أطال ربنا سبحانه وتعالى في المقارنة بين الحياتين لأجل أن يجتهد الإنسان في طلب الحياة الثانية. ولذلك عباد الله سنتناول هذا المعنى في حديثنا اليوم من خلال ثلاثة وجوه، أي معنى المقارنة بين عيش الدنيا وعيش الآخرة من خلال ثلاثة وجوه. أول هذه الوجوه متاع الدنيا قليل زائل، ونعيم الآخرة كثير دائم. والوجه الثاني أن نعيم الآخرة أفضل من حيث النوع. والوجه الثالث أن نعيم الآخرة خال من الكدر وشوائب الدنيا. فأما التفصيل عباد الله فإن أول هذه الوجوه في المقارنة بين عيش الدنيا وعيش الآخرة، ولذلك كان شعار الصالحين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فأول هذه الوجوه كما أشرنا هو أن نعيم أو متاع الدنيا قليل زائل، ونعيم الآخرة كثير دائم. ولا وجه للمقارنة بين هذا وذاك، لا وجه للمقارنة أو المقاربة. فمثل ذلك أي في المقارنة كمثل أفقر أهل الدنيا وأغنى أهل الدنيا، إن صح هذا المثال. فمثل نعيم أو متاع الدنيا ومتاع الآخرة كحال أفقر رجل في الدنيا وحال أغنى رجل في هذه الحياة الدنيا. فهذا فقير لا يملك شيئا، والآخر عنده كل متاع الدنيا. أو كمثل البحر والقطرة، فالحياة الدنيا أو عيش الدنيا كقطرة في بحر، فكانت الحياة الدنيا كالقطرة والحياة الآخرة كالبحر، فلا وجه للمقارنة، وكل ذلك للتقريب. وصدق ربنا سبحانه وتعالى في أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم قال: قل متاع الدنيا قليل. إن متاع الدنيا قليل جدا، مهما رآها أهل الدنيا فيها ما فيها من وجوه المتاع فهو قليل جدا بالنسبة لما عند الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن متاع الدنيا ونعيم الآخرة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمتاع الدنيا قليل وزائل، ومتاع الآخرة كثير دائم لا ينتهي ولا ينقطع. ولذلك قال أحد السلف رحمهم الله تعالى: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الباقي على الذهب الفاني. وتأمل هذه العبارة تعرف الفرق بينهما. لو كانت الدنيا من الذهب الفاني والآخرة من الخزف الباقي الذي يبقى ولا ينتهي لكان على العاقل أن يختار
الخزف الفاني على الذهب، الخزف آسف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والدنيا هي التي من الخزف الفاني والآخرة هي التي من الذهب الباقي؟ ولذلك عباد الله، هذا وجه من أعظم وجوه المقارنة بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة. ولك أن تتصور ذلك في كل الوجوه، ومهما حاولت أن تتصور وجها للمقاربة فلا يمكن، فلا مقارنة بين هذا وذاك. إن أدنى أهل الجنة منزلة أعظم من كل أهل الدنيا متاعا، بل إن متاع الدنيا كله لو أنك جمعته كله وقارنت بينه وبين أدنى رجل من أهل الجنة لا يساوي شيئا. إن متاع الدنيا كلها بما فيها كنوزها وذهبها ومتاعها وكل ما فيها لا يساوي عشرة نصيب أدنى رجل في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار، وأعلم آخر رجل يدخل الجنة. قال: آخر من يدخل الجنة رجل يدخلها حبوا. آخر من يدخل الجنة رجل يدخلها حبوا، هذا آخر رجل خرج من النار من المسلمين. وآخر رجل يدخل الجنة يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر إنسان يدخل الجنة. قال: يدخل الجنة حبوا، أي قد خرج من النار يحبو يتجه إلى الجنة. وفي رواية طويلة مفصلة فيها أن الله يقربه إلى الجنة درجة بعد درجة. وفي الرواية المختصرة عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من الجنة حبوا، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيذهب إلى الجنة فيخيل إليه أنها ملأة، أي امتلأت ولا مكان له فيها، فأرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول الله عز وجل: ارجع فادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها. ارجع فادخل الجنة ولك داخل الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. وتأمل، الدنيا ليس الأرض، إن هذه الدنيا بكواكبها. آخر رجل يدخل الجنة له فيها من النصيب ما يضاعف ذلك عشر مرات. ولذلك أنت لو حاولت أن تقارن بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة فلا وجه للمقارنة. وأما الوجه الثاني عباد الله من وجوه المقارنة، فهو أن نعيم الآخرة أفضل من حيث النوع، أي أن نعيم الآخرة يفضل متاع الدنيا من حيث الزمان والعدد، فهو لا ينقطع وهو كثير لا ينتهي. ثم كذلك يفضله من حيث النوع، فإن الدنيا فيها ما فيها من المتاع، وهذه الأنواع من المتاع في الدنيا والزينات والشهوات تشترك ربما مع متاع الآخرة ونعيم الآخرة في الأسماء فقط، فتشترك الأسماء لكن تختلف الأوصاف. فنعيم أو فمتاع الدنيا زائف مزين ليس حقيقيا، وإن اشترك مع نعيم الآخرة في الاسم، أما الوصف فهيهات هيهات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ففي الدنيا نساء، في الدنيا أموال، في الدنيا أولاد، في الدنيا بساتين وجنات وأنهار، في الدنيا ذهب وفضة وأنواع من كل ما يحب الناس، وكذلك في الجنة. لكن الأسماء تشترك والأوصاف تختلف، فإن نعيم الجنة أفضل من حيث النوع وإن اشتركت الأسماء مع أسماء الدنيا. فنساء الجنة لسن كنساء الدنيا، أموال الجنة ليست كأموال الدنيا، أولاد الجنة ليسوا كأولاد الدنيا، بساتين الجنة ليست كبساتين الدنيا، قصور الجنة ليست كقصور الدنيا، طعام أهل الجنة ليس كطعام أهل الدنيا، شراب أهل الجنة ليس كشراب أهل الدنيا، ركائب أهل الجنة ليست كركائب أهل الدنيا. ولنضرب على ذلك أمثلة، لا للحصر، فإنك لا تقدر على أن تحصر ما في الجنة من متاع، فإن ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهناك أشياء في الجنة لم تسمع أنت أصلا عن أسمائها أصلا، وإنما نضرب أمثالا على ما سمعت له أسماء مشتركة في الدنيا، النساء، الأولاد، البساتين، الركائب، نحو ذلك. فانظر مثلا إلى قصور الدنيا وتأمل قصور الآخرة التي وصفت لنا، ومهما وصف لك لن تتخيلها، فإن كل ذلك من باب التقريب، فإنها فيها ما لا عين رأت. فقصور الدنيا التي ينشئها الناس، أكبر قصر في الدنيا ربما لا يتجاوز مساحة حي من الأحياء، وهذا ربما أغنى رجل في الدنيا وأغنى أغنياء الدنيا. بناء هذا القصر من أي مادة يكون؟ الأحجار وكذا ونحو ذلك. فانظر إلى بناء قصور الجنة ومساحة ذلك. إذا كان آخر رجل يدخل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها معه، فمساحة القصر في هذه المساحة فقط كيف تكون؟ لك أن تتخيل مساحة هذا القصر كم ستكون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. وانظر إلى بناء القصر من وجه واحد، وهو ما هي المادة التي يبنى منها جدران هذا القصر الفخم الكبير العظيم الذي لا يتخيل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن قصر من قصور الجنة أو عن قصور الجنة وهو يصف بناءها صلى الله عليه وسلم، يقول: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا بناء القصر. الأحجار ليست أحجار الدنيا أو كأحجار الدنيا، إنما هي من الذهب. فتصور أنت في جدار واحد من جدران غرفة في قصرك قد يجتمع فيه أكثر مما في الدنيا كلها من الذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأزفر، والملاط هي المادة التي تكون بين اللبنات، المونة التي نسميها نحن في الدنيا. قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصباء الأرضية، السيراميك إن صح التعبير، أرضية الجنة من اللؤلؤ والياقوت.
فيا أيها الفقير، يا أيها الغني، تبيع ذلك بهذه الدنيا الزائلة الفانية القليلة الدنية؟ وانظر إلى طعام أهل الجنة، فأهل الجنة لهم طعام وشراب، وأهل الدنيا لهم طعام وشراب، لكن هذا اشتراك فقط في الأسماء، وأما الأوصاف فلا مقارنة. فانظر مثلا إلى طعام أهل الدنيا، مهما لذ وطاب فإنه لابد له ضرر بوجه أو بآخر، باعتبار أو بآخر. مهما لذ طعام الدنيا وطاب، هذا يرفع السكر، هذا يرفع الأملاح، هذا يزيد الدهون، هذا يزيد الضغط، هذا يخفض الضغط، هذا يفعل كذا، هذا يضر بكذا. لا يوجد طعام واحد من أطعمة الدنيا إلا وله آثار جانبية. فانظر إلى طعام أهل الجنة الذي وصفه ربهم سبحانه وتعالى، وربهم سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب أهل الجنة في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا. هنيئا أي هو طعام هنيء لا ضرر فيه. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وشرابهم شراب أهل الدنيا ربما يتضرر به الناس، هذا يضر بكذا وهذا يضر بكذا، ولذلك تجد الناس يختلفون أن لا أشرب هذا أشرب هذا ونحو ذلك. أما شراب أهل الجنة فكما وصفه ربهم قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الشراب لا ضرر فيه أبدا مع اختلاف ألوانه التي لا تعد ولا تحصى. إن الناس في الدنيا يخترعون أنواعا من الشراب، فكيف بشراب الآخرة؟ كيف بشراب أهل الجنة؟ ولقد ذكر الله عز وجل على ذلك أنواعا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وفي موضع آخر قال كان مزاجها زنجبيلا. وفي موضع آخر قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا، وغير ذلك. وكل موضع من هذه المواضع تتنوع منه آلاف بل ملايين بل أكثر أنواع الأشربة. وانظر إلى لحوم أهل الجنة ولحوم أهل الدنيا التي ربما لا يأكلها الفقير، والحمد لله على كل حال. فلحوم أهل الدنيا مهما لذت وطابت فلها وجه من الضرر كذلك. أما لحوم أهل الجنة وطعام أهل الجنة من اللحوم فهو خال من ذلك. ثم كذلك انظر إلى أكلهم لمثل هذا، يقول ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، بل إن الله عز وجل يجعل لهم ذلك على ما يريدون. فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من أهل الجنة إذا اشتهى طيرا فإنه يصير أمامه معدا للطعام، وإذا اشتهى فاكهة من الأشجار التي في قصره لا يبذل جهدا أن يتناولها، لا، بل هي التي تنزل إليه لمجرد أن يشتهيها، كما وصف ربنا: ودانية عليهم قطوفها وذللت قطوفها تذليلا. فطعام أهل الجنة ليس كطعام أهل الدنيا. وانظر إلى ركائب مثلا أهل الجنة وركائب أهل الدنيا، فالدنيا فيها متاع، لكن النوع وإن اشترك في الاسم فهيهات هيهات في الفرق. فركائب أهل الدنيا السيارات والبغال والحمير والخيول وكذا ونحو ذلك، وكلها لها أضرار، فإن هذه الركائب ربما يتململ منها الناس ويتضرر منها الناس، بل ربما الركائب العصرية يرتكب الناس بها الحوادث ونحو ذلك. والفقير حرم من كل ذلك كله، لا يركب ركوبة ولا يعرف ركوبة. فأما في الآخرة فإن الله عز وجل يجعل لأهل الجنة من الركائب الفقراء والأغنياء ما يشتهون وما يشاءون على كل لون وما يناسب كل حال. فهذا رجل
يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بريدة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في الجنة خيل؟ هذا رجل يحب السرعة والمغامرة ونحو ذلك. قال: هل في الجنة خيل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها فرس من لؤلؤة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. قال: فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي الجنة إبل؟ هذا يحب العلو والارتفاع في الركوبة ونحو ذلك، ولا يهتم بالسرعة. قال: أفي الجنة إبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ولم يقل له كما قال للأول: يكن لك فيها إبل تطير بك في الجنة وكذا، لا، بل قال جوابا يصلح لكل زمان ومكان. فربما يقوم آخر يقول: يا رسول الله، أفي الجنة بغال وحمير؟ وربما جاء بعد زمن من يقول: هل في الجنة سيارات؟ هل في الجنة طيارات؟ هل في الجنة صواريخ؟ هل في الجنة سفن وبواخر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ولو وقفنا عباد الله نضرب الأمثلة على جودة النوع من حيث المقارنة بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة ما نستطيع أن نحصي ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الوجه الثالث والأخير عباد الله كما أشرنا قبل ذلك، في المقارنة بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة، فهو أن نعيم الآخرة خال من شوائب الدنيا وكدرها وآلامها. نعم عباد الله، إن الدنيا مليئة بالشوائب والآلام وما يكدر النفس بما لا يحصى. ولنضرب لذلك أمثلة، وإلا فلا تحصي آلام الدنيا. وكل واحد من كل واحد منا لو قلنا له: اذكر آلامك في هذه الدنيا، لربما احتاج إلى أسفار يكتبها حول ذلك. فالدنيا مليئة بالآلام والكدر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإن هذه الحياة الدنيا مليئة بالآلام، ومنها الفقر، الجوع، العوز، الذلة، المرض، الضعف، القهر، الظلم، الكفر، الشرك، الفسوق، العقوق، الكبر، الحسد، الغل، النزاع، الانقسام ونحو ذلك، ومما لا يحصى. كل واحد منا كما أكرر لو جلس يحصي آلام الدنيا لن يتوقف. أولاده من جهة، زوجته من جهة، ماله، رزقه، كسبه، صحته، عافيته، جيرانه، الناس من حوله، الدنيا كلها. ترى أكثر الناس مالا في الدنيا ربما يشكو لك الكثير من آلام الدنيا وكدرها، فكيف بمن هو حرم هذه الدنيا أصلا وحرم متاعها؟
ولذلك هذا الوجه نقصد به ذلك، أن الدنيا مهما كان متاعها فإنها دار آلام وأحزان وكرب وفراق للأحبة وغير ذلك من آلام الدنيا. أما الجنة عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، فهي خالية من كل ذلك. فليس في الجنة فقر، ليس في الجنة جوع، ليس في الجنة ألم، ليس في الجنة ظلم، ليس في الجنة قهر، ليس في الجنة عقوق، ليس في الجنة نزاع، شقاق، كفر، سوء أدب، كلمات نابية، قذارة، نجاسة، حيض، دم، غير ذلك. الجنة هي دار النقاء والصفاء من كل لون. أهلها أهل الصفاء والنقاء، ما فيها كله صفاء ونقاء، لأنها كما وصفها ربها هي دار السلام، أي الدار التي كل شيء فيها سالم عن العيب والكدر والألم والنقص، كما قال الله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهذه الدار أهلها صالحون، أهلها متحابون، لا غل، لا حسد، لا حقد، لا نزاع، لا بغضاء، أهلها جميعا كلهم متحابون، كما قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أهل الجنة أوصافهم أكمل الأوصاف لا نقص فيها، فهم من أول دخولهم إلى الجنة يدخلون على أكمل صفة الإنسان، وهي صفة آدم عليه السلام، فإن آدم هو أجمل البشر، فيكون أهل الجنة جميعا على صورة أبيهم آدم. ليس في الجنة قبح ولا شيخوخة، فهم إذا دخلوا الجنة كانوا على أجمل صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخلوا الجنة دخلوها شبابا ولا يبلغهم أبدا الشيب ولا الشيخوخة، يظلون في الجنة على ذلك. كل أهل الجنة على عمر واحد، أنت وأبوك وابنك وابنك وأخيك وغير ذلك، كلكم على عمر واحد، على عمر 33. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كأنهم مكحلين، أعمارهم على 33، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل أهل الجنة في أفضل مراحل العمر وأجمل الصورة، لا تسمع في الجنة كلمة نابية، ولا تثير نفسك كلمة سيئة، ولا صوت مزعج، ولا غير ذلك مما يكون في هذه الحياة الدنيا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذا حال أهل الجنة، في سلام، ليس بينهم عداء، ليس بينهم بغضاء، ليس بينهم مشاحنات، كلهم متحابين متزاورين، يتمتعون في الجنة بنعيمها الذي جعله الله عز وجل نعيما أبديا. وهذا النعيم ألوانه تختلف وتكثر أكثر مما تتخيل. وأهل الجنة عباد الله منزهون عن كل ما يكون حتى من عيوبهم الدنيوية التي لا بد منها، وهي من فطرتهم وجبلتهم. فهم في الدنيا مثلا إذا أكلوا أو شربوا احتاجوا إلى قضاء الحاجات، إما ينشأ بسببه القذارات والنجاسات والروائح الكريهة ونحو ذلك، وهذا لا يكون في الجنة. فالجنة دار سلام ليس فيها ذلك،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتفلون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش حد في الجنة بيتف ولا بيتنخم ولا ما في شيء من ذلك. هذا كله ناشئ عن كرب الدنيا وآلامها من الغبار والهواء وغير ذلك. فسأله رجل عن ماذا يفعل أهل الجنة إذا أكلوا هذا الطعام الذي يأكلونه في كل لحظة، أين يسير؟ فقال: فما بال الطعام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جشاء كجشاء المسك، وفي رواية أخرى قال: رشح كرشح المسك. والرشح عباد الله أشبه بالعرق، أشبه بالعرق، فليس في الجنة عرق، لأن الجنة لا فيها لا ليس فيها حر ولا برد، فهي ظل ممدود. فيخرج رشح، أي كأنهم وضعوا المسك على أجسادهم يتخلصون به من آثار طعامهم. وفي الرواية الأخرى قال: جشاء كجساء المسك. والجساء هو الصوت الذي يصدر من حلق الإنسان، ما يسميه ربما الناس في العامية الزغط أو بكرع. هذا الجشاء ينبعث معه رائحة المسك في المكان. فإن الجنة طاهرة طيبة نقية، ومن يدخل الجنة طيب طاهر نقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، لا يبأس. والبأس عباد الله الفقر، الجوع، المرض، الظلم، القهر ونحو ذلك. من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، أو ولا تبلى ثيابهم، لا يفنى شبابهم. أهل الجنة شباب، لا يفنى شبابهم، كلهم على عمر واحد، لأن الشيخوخة عيب. ولا تبلى ثيابهم، والثياب في الدنيا تبلى إما بكثرة الاستعمال أو بكثرة الأعمال. فالإنسان إذا أكثر من الأعمال في ثوب يبلى هذا الثوب، أو استعمل هذا الثوب كثيرا مرات متعددة يبلى. أما أهل الجنة فلا، لأن أهل الجنة لا يتكرر الثوب مرة أخرى عندهم. فربما يلبس الواحد من أهل الجنة الثوب للحظة، ثم إذا شاء أن يجعله ثوبا آخر تغير في لحظات ولا يعود، كما قال الله سبحانه وتعالى: يلبسون فيها من الحلي ومن الثياب ما يعجبهم وما يبهرهم وما لم يكن لهم في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الكهف. الشاهد عباد الله أن نعيم الجنة نعيم دائم، ونعيم الدنيا نعيم زائل، أن نعيم الجنة كثير لا ينتهي، ونعيم الدنيا يزول وينتهي. نعيم الجنة أعظم وأفضل من حيث النوع، ونعيم الدنيا مليء بالكرب. نعيم الجنة خال من الشوائب، والدنيا كلها آلام وشوائب وكدر وألم. ولذلك في نهاية هذه الرسائل: أيها الفقير وأيها الغني، هذه دار السلام، وانظر إلى ما أعد الله عز وجل لك فيها، فإياك إياك أن تبيع هذه بالفانية، إياك إياك أن تكون في تجارتك أسوأ التجار، فتشتري الفانية بالباقية، وتشتري الخزف، وتشتري الذهب بالخزف، وتشتري الخزف بالذهب. فإياك إياك أن تقع في ذلك، فإن ذلك فيه الخسران المبين. ولذلك كن في الدنيا كأنك غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدار
دار عمل لا دار بقاء. الغريب في الدنيا تراه في دار الغربة يعلم أن هذه ليست داره، وتراه في دار الغربة لا يتوقف عن العمل وجمع المال انتظارا ليوم عودته إلى وطنه. والدار الآخرة عباد الله هي وطننا الحقيقي الذي أخرجنا منه الشيطان. وأما هذه الدار التي نحن فيها فإنما نقضي فيها أياما، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم انصرف عنها. هذا حالنا عباد الله. فمن أراد الآخرة يسعى لها ويعمل لها ويبحث عن هذا الوطن وما ثمن هذا الوطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فاللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم اجعل الجنة هي مأوانا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزل من مات منهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.